لما يكون عندك مجموعه جراوي وحابب ان انت تحافظ عليهم هتعمل ايه؟ ازاي الجرو بتاعك ما يجيلوش امراض خالص ولا اي مشاكل صحيه طول ما انت مربيه؟ ازاي تفرغ جرو كويس بدون اي مشاكل؟ مش عايز الجرو يجيله بارفو ولا يجيله دستمبر ولا اي فيروسات ولا امراض، هقول لك تعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك يا جماعة، خلاص بقى احنا قربنا على الأبواب يعني. زي ما اتفقنا سوا وتوعدنا مع بعض وقلت لكم يا جماعة الناس اللي عندها أي مشاكل تكتب لنا في كومنتات، والأول ما تلاقي الكومنت بتاعك اتعمل عليه قلب من القائم على القناة اعرف ان الكومنت ده هيترد عليك في حلقه، يعني تجهز نفسك عشان تسمع الحلقه اللي احنا هنقدمها لك والرد عليك بطريقه اشيك. حاجه كمان طبعا هنوفر لكم موضوع التليفون، يعني موضوع التليفون الناس اللي بتتصل على التليفون طول النهار انا ملاحظ ان التليفون بتاعنا بسم الله ما شاء الله ده احنا فاضل شويه وناخد جائزه نوبل من شركه فودافون على المكالمات بتاعت طول اليوم ومشاكل وحاجات زي كده ومن بره مصر ومن كل مكان، لا احنا هنعمل حاجه تبقى عباره عن وسيله مساعده مع التليفون. ليه؟ عندي مشكله بنكتبها لابو نور في كومنت واضح وتكون مشكله تستاهل، تمام؟ وابو نور بيطلع في حلقه بيرد عليها بكل تقدير واحترام. اما بودي بقى صاحب الحلقه دي او اللي هو كاتب لنا كومنت عشان الحلقه دي بيسالنا بيقول ازاي يا ابو نور نطلع جرو من عندي صحته كويسه وبعيدا عن الامراض؟ بعيدا عن الامراض يعني ازاي ان انا يكون عندي جرو مثلا، ازاي الجرو دي نقومها تكون مستواها كويس وشكلها كويس وتكون ما يجيلهاش امراض؟ بص يا بودي هقول لك على حاجه، اغلب الناس بتستخسر ايه؟ بتستخسر تطعيمات، بتستخسر علاجات، بتستخسر اكل، وتلاقي واحد يقول لك ايه يا عم ده انا مربي كلاب يعني مش حاجه. بص يا حبيب قلبي، اي روح خلقها ربنا طالما متحدد لها مكان او دافع في مكان معين اعرف ان هي معرضه لاي حاجه. يعني مثلا العصافير اللي بتطير في الجو دي طايره وواخده حقها في الدنيا وربنا الحارس ليها لان دي بتكون تحت رحمه ربنا، ربنا بيرزقها برزقها وبتاكل وبتشرب وتمام التمام. الكلاب البلدي اللي في الشارع بره في الشارع بتشرب من الترع وبتشرب من المصارف، لما تكون عطشانه، لما بتكون حرانه بتروح تنام جنب اي ترعه، لما بتكون سعانه بتروح تنام في اي كوم قش، لما بتكون كذا لما بتكون كذا، فاصبح ان كل حيوان بيهيئ حياته حسب البيئه المحيطه بيه. طيب الكلب اللي عندي في البيت هل هيعرف يهيئ؟ لا مش هيعرف يعمل الكلام ده لان مكانه محدود ومكانه ثابت وانا اللي محدد له المكان ده، يعني مش ربنا اللي محدده له، انا كبني ادم ربنا خليقني محدد له المكان ده ومهيئه له للمعيشه، تمام؟ فهو لازم ياخد حقه ان هو محتاج راحه نفسيه. يعني مثلا في ناس بتبقى مربيه كلاب في البيوت وينزل ياكل الكلب بتاعه يبقى فاضل شويه يدي الكلب مصروفه ويروح ياكل هو، يجيب له فراخ مشويه، حمام بالفريك، ولا افترض يعني هو ما فيش حد بيجيب للكلب حمام بالفريك بس في ناس مدلعه الكلب قوي. طيب انت عارف ان الكلب من جواه راضي عن اللي هو بياكله ده؟ انت حاسس ان هو راضي؟ انت حاسس ان الكلب مبسوط بالاكل ده؟ انت حاسس ان تركيبه الاكل اللي انت بتاكلها للكلب دي مفيده ليه ومفيده لطاقه جسمه؟ انت حاسس ان الكلب مرتاح معويا ونفسيا من الاكل اللي هو بياكله؟ انت بيتهيألك ان انت بسم الله ما شاء الله يعني قايم بيه والدنيا جميله معاك وبتوكل دراي فود، بتوكل اكل مستوي، بتوكله فراخ، بتوكله عيش فينو جبنه ليستون ومروق عليه. لا يا حبيب قلبي، الحيوان اللي ربنا خلقه محتاج حاجه اسمها طبيعه، يعني بنديله المفروض نديله ولو 20% حياه طبيعيه، نديله 20% حياه طبيعيه. المهم عشان ما نطلعش من الموضوع بتاعنا خلينا في موضوع الجراوي ازاي نطلعهم كويسين. انا هنقول لك احنا بنعمل ايه وانت في ايديك يا تعمل زينا يا ما تعملش زينا، يعني انا ما بنغصبش على حد يا جماعه في اللي احنا بنعمله ان هو يعمل زيي، بس انا هقول لك انا عملت ايه نجح معايا. وطلع لي جرو كويس. بص يا سيدي، اول حاجه الجرو بيتولد عندي مثلا، ولا افترض انا النهارده كلبتي ولدت.
اول حاجه بنحضن ولادها حوالين منها، وبيكون المكان كويس، ما يكونش فيه مكان لا تكييف شغال فيه ولا مروحه شغاله على الجراوي ولا في سخونيه عليهم، يعني بتكون جو معتدل، بيكون في اوضه كده عاديه نظيفه كويسه، ما فيهاش حشرات، ما فيهاش كلام من ده، وكلبتي بتولد، بنهيئ لها الجو، بنحوط عليها باي حاجه لحد ما تخلص ولاده، ونخليها ترضع ولادها في هدوء. تمام. الجراوي دي بنبدا نخلي عيني عليها، لو لقيت جرو سحف كده بنجيبه عند صدر امه، لقيت جرو سحف كده بنجيبه عند صدر امه. تمام. بنحاول بقدر المستطاع اننا نهيئ او نكيف الجو للجراوي دي عشان تاخد حقها في الرضاعه. بنعدي 25 يوم من حياه الجراوي دي. طيب لو كلابي دي جالها مشكله برد او حاجه زي كده قبل ال 25 يوم دول ما يعدوا، بنروح الصيدليه البشري بنجيب ازازه دواء اسمها هاي بيوتيك ان 228.5، وندي لكل جرو سنتي الصبح وسنتي بالليل بسرنجه في بقه، اوعى تركب السن في السرنجه، بسرنجه في بقه. تمام. لحد ما نعدي ال 25 يوم دول، ونبدا بعد ال 25 يوم بنجيب زبادي جهينه، هي عباره عن وسيله مساعده مع لبن الام. بنجيب طبق مفلطح، اسال في البيت عندك قول لهم يعني مفلطح، هيقولوا لك طبق مفلطح ما يكونش له حروف عاليه عشان الجرو يعرف يتحرك ويروح يلحس، وبنحط الزبدايه في الطبق ونخلي الجراوي تلحس منه. بنجيب الاول الجراوي كده نمسكها من جسمها كده، وبنحط بوز الجرو في الزبادي. تمام. بتبدا الجراوي تتكيف على ان هي تلحس الزبادي دي وتساعد مع لبن الام. تمام. بعد ال 25 يوم بنوصل لليوم ال 30 على نفس النظام. تمام. اول ما نوصل لليوم ال 30 بنطعم حاجه اسمها تطعيم ثنائي، اللي هو الخاص بالبارفو والدستمبر والحاجات دي كلها. الثنائي متوفر في السوق، ما تقوليش ده انا ما لقيتهوش، ونبص نلاقي واحد بيقول لي ده انا قاعد في قريه يا ابو نور والثنائي ده بعيد عني، سافر له يا حبيبي، ما انا بنروح من هنا من البحيره اسكندريه نجيب التطعيمات عشان نطعم كلابي. تمام. سافر له يا حبيبي، طالما انت عايز لازم تصرف، يا اما ما تربيش. تمام. هنطعم الجرو بتاعي ثنائي، بنديله الثنائي ده عباره عن سنتي بس، وبياخده تحت الجلد، ويفضل يكون الثنائي بتاعك من النظيف، ما تستخسرش، يعني ما تروحش تجيب حاجه من رخيصه وتقول هنديها له. تمام. نطعم ثنائي. بعد ما نطعم ثنائي بنوكل الجرو بتاعي. اسفين يا جماعه طبعا على انقطاع الاضاءه فجاه. نرجع نكمل مع بعض تاني، نقول لكم طبعا بنوصل لعمر ال 30 يوم. تمام. بندي تطعيم الثنائي، وانتن شغال زبادي زي ما انا. تمام. لحد مثلا 40 يوم بنبدا نغير بقى الاكل من زبادي لاكل مستوي، بنوكل مستوي. طب بيتوكل ايه مستوي؟ بنجيب هياكل الفراخ القطع الصغيره دي، وبنسلقها وبنشطفها كويس، وبنحطها للجرو بتاعي ياكل. عند 45 يوم بندي خماسي، وبعد كده بنتني ماشي بالاكل. اهم شيء اوعى تغير وجبات الاكل يوم التطعيم، عدي بعد التطعيم بخمس ايام وابدا غير. بعد الخماسي مثلا نبدا نوكل ني. تمام. يعني بعد الخماسي مثلا ب 10 ايام بنبدا نوكل ني، اللي هو اليوم ال 55، لحد ما نوصل ل 65 يوم بندي السباعي. يبقى كده 30 ثنائي، 45 خماسي، 65 السباعي، وبعد كده بنبتدي ماشي على اكل الني عادي خالص. بعد كده بنخش على مرحله تطعيم السعار، بعد كده بنخش على تطعيم الحشرات زي الايفوماكو الاردني تحت الجلد، وتطعيم السعار معروف في مديريه الطب البيطري. تمام. ده عند 4 شهور اللي هو السعار، والايفوماك ده بنديه كل 3 شهور مره اللي هو سنتي ونص تحت الجلد. بكده هتطلع جرو جميل جدا وما فيهوش اي مشاكل صحيه، وهتقدر تربي جرو بسم الله ما شاء الله. واي حد عنده اي سؤال يكتب لنا في كومنت تحت الحلقه، واحنا هنرد عليه في حلقه. كل اللي انتم عايزينه باذن الله هنرد عليه. تحياتي لكم جميعا، مليون مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.